وليد يعني تبارك الله يعني مشاركات عديدة، ما كل ما تشارك من أول بطولات فماش لازم تروح بحوجة ذهب، يعني شو علاقتك بهالمعدن هذا؟ فما علاقة سرية يعني لازم تروح بين ميداي دور؟ يعني ما فماش وليد عمره ما شارك من غير ما يروح بحوجة ذهب، شو السر وليد يعني؟ لا السر معناها حاجة واضحة وسهلة، الخدمة المثابرة واللي يخدم ينال، والحمد لله أنا خدمت على روحي. سيدي جا كارير معناها نتاعي كبير، بديت من 2003 توا 14 سنة كارير، نفس الخدمة نفس العزيمة نفس الإصرار، وزاد الهيكل الفني زاد معنا السيد المدير الجامعة واقف وقفة كبيرة كما قال هو قبل، نخدمه معنا بالحق عائلة، خاصة الممرن متاعنا زاد ما شاء الله عليه اللي يخدم معنا وتعب تعب تعب برشا برشا معنا، وهذا معنا الثمرة نقطفوها في الأخر العبد الكل. وليد حطمت رقمك القياسي الأولمبي البارالمبي يعني في هذه المسابقة، قبل نحكيه على الأهداف يعني الهدف متاعك قبل المشاركة، أنت بطل بارالمبي يعني تبارك الله من قبل، شو كانت أهدافك في هذه المشاركة خاصة أنك تشارك في 100 متر و 800 متر؟ يعني أهدافي كانت واضحة من الأول، معناها محاضرين نحن بالكدا، عندي معناها زوز اختصاصات اللي هي 100 و 800، معناها خدمنا سطرنا حضرنا معناها بروجرام به، الحمد لله تمكنت باش نتحصل على ذهبية 100 متر مع رقم قياسي، وصارت معناها حكاية صغيرة بون، جبت فضية 800 متر والحمد لله في الأخر. ما نجم نشوفوهم هذوما اللي ميدان نتاعك وليد ولا نتاع؟ اي ما نعرفش، شوفوا الكاميرا نشوفوا وبصراحة يعني سنة في ريو شكل الميداليات يعني فما خدمة كبيرة فنية، شوفهم قيمة الرياضة راهي سنة مش فقط يعني هذوما اللي ميداي، شوفوا الأبطال طبعا تجيو نجاح شوفوا اللي ميداي تبارك الله، وذول يستحق تصفيقة سي عبد الباقي. وليد باش ندخل معك في العمق اكثر، يعني تجري في سباق وحذاك لاعبين صارفين عليهم اكثر فلوس، الكريس اللي يجروا بيهم تقنيا يسهلوا عمليه العداء، فما واحد قول سمحوني يعني داخل تشكون خاسر واحد يلزمه يعدل ويربح، صعب المهمه ولا تسهلها الاحساس هذا قبل الماتش قبل يعني قبل الكورس؟ هو سلاح ذو حدين، معناها تصعب من شيره وتسهل من شيره. نحن نعرفوا بلادنا تونس، نحن معنا بلاد متواضعة ما عندهاش مصادر كبيرة، معناها نحن نلعبوا مع بلدان مدارس كبيرة كما معناها كوسوس وبريطانيا في أمريكا فرنسا، وخاصة زادة تو الخليج اللي نعرفوا اللي معناها عندهم إمكانيات كبيرة، ونحن معناها نخدموا بالقليب أكثر حاجة ونخدموا بالمتوفر، ونحاولوا ديما معناها باش نفوتوا الماكسيموم ونكونوا معناها في المستوى.